أكتشف وأتعرف. حرف الهاء، أرفع يدي إذا سمعت الصوت أه. هاتف ها، أسمع الصوت أه. أرفع يدي. هرة هي، أسمع الصوت أه. أرفع يدي. هدهد هو، أسمع الصوت أه. أرفع يدي. أقرأ وأتعرف أشكال حرف الهاء، الحرف في أول الكلمة مثل هرة أكتبها على هذا الشكل، هدهد أكتب الهاء على هذا الشكل. الحرف في وسط الكلمة مثل مهد، الهاء في وسط الكلمة أكتبها على هذا الشكل لأنه متصل بالحرف السابق واللاحق. درهم أكتبها على هذا الشكل لأنها فقط متصلة بالحرف الذي يتبعها. الحرف في آخر الكلمة منبه أكتبها على هذا الشكل لأنها متصلة بالحرف السابق. منتزه أكتبها في آخر الكلمة على هذا الشكل إذا كانت منفصلة. أركب من المقاطع كلمات وأقرأها كما في المثال. هلال، الكلمة هي هلال. المقطع ها، المقطع را، المقطع ب، الكلمة هي هرب. أكتبها هنا. المقطع هد، المقطع هو، المقطع دن، الكلمة هي هدهد. أكتبها هنا. المقطع زه، المقطع را، المقطع تن، الكلمة هي زهرة. أكتبها هنا.